فقلت بقى انزل بقى الجيم، يعني وحشني الجيم واصحابي وكده. ايه حبيت جمالها روسي وشبهوها بنرمين الفقي وزبيدة ثروت، وصوتها الرقيق وطلتها المميزة لفتت الأنظار ليها ولقبوها بعزيزة ملكة جمال وحورية التيك توك. نفسها تتجوز واحد زي رونالدو في حب الجورجينا، لهلوبة في الطبخ وفي السكين كير محترفة، ومهتمة جدا برشاقتها وأكلها، والجيم مكانها المفضل. الكل بيحبها ومعجبين بجمالها وروقانها. تعالوا نعرف حكاية عزيزة حورية التيك توك وإزاي ظهرت على السوشيال ميديا وليه مش بتظهر بوشها دايما. ما بتخرجش إلا بالعباية السوداء، عجايب الدنيا 7 وهي 8. عزيزة برج العذراء اللي بتهتم بالتفاصيل جدا ورومانسية قوي وبتحب المسلسلات التركية. الكل منبهر بإطلالتها الجميلة ورسمة عيونها وملامحها وتقاطيع وشها المميزة الروسية. وفي كل ظهور ليها تقلب على شكل أحلى من اللي قبله، في اللي قال شبه ميادة الحناوي، وفي اللي شافها نرمين الفقي، وفي اللي شافها زبيدة ثروت علشان لون عيونها، ولكن ممكن تكون عدسات ولكن لايقة على لون بشرتها. ومن الوقت للتاني بتحب تغير في شكلها جدد، ففي عيد ميلادها قررت انها تحتفل بنفسها وتبسط نفسها وروقت على حالها، وقالت زي اي بنت بتحب التغيير وانا عارفه اني حلوه بخلقه ربنا. فهي واثقه في نفسها جدا وبتحب نفسها قوي، ودايما توجه نصايح للبنات يعملوا زيها. اسمها عزيزه خالد ومشهوره بزوزو من المحله. كان عندها قناه على اليوتيوب مطبخ زوزو، ولكن للاسف اتخذت منها وحد اتزاها علشان تصور له فيديوهات وينشرها على قناته، ولكن هي رفضت تعمل كده وكان بيعرف كل الايميلات والباسورد بتاعتها فسابتها له وبدات من جديد. زوزو نشرت اول فيديو ليها على قناتها على اليوتيوب اللي سمته في البدايه المطبخ لعبتك من زوزو، ورجعت غيرتها لمطبخ زوزو تاني. اول فيديو كان من حوالي 4 سنين، وكانت زوزو مش بتظهر بوشها خالص، وايديها بس اللي بتظهرها في كادر التصوير وهي بتحضر الوصفات والاطباق الشهيه. حلوه وحادق ومحترفه في الطبخ، والكل لاحظ نظافتها وهي بتعمل الاكل وطريقه تقديمها، وكفايه صوتها الرقيق الهادي اللي عامل مهم جدا في بدايتها وشهرتها. وكانت بتشارك الجمهور يومياتها ومشترياتها زي بلوجرز كتير ما بيعملوا مع الجمهور، ولكن اختفت لفترة على اليوتيوب وما بقتش تنشر اي فيديوهات خالص، واخر فيديو نشرته من 7 شهور، لكن رجعت تاني من يومين بفيديو اكلات صحية. ومن 2022 بدأت تكون متواجدة على تيك توك، والفترة الاخيرة كانت مركزة اكتر في محتواها على تيك توك ودايما تنشر فيديوهات ليها، ولكن مش محتوى طبخ زي قناتها على اليوتيوب، فهي زي ما يكون خصصت كل منصة لحاجة معينة. وبيتابع على التيك توك عدد كبير من المتابعين، وفيديو فيديوهاتها محققة مشاهدات كبيرة ومتفاعلة بشكل كبير مع المتابعين وبترد عليهم. بس كانت قافلة التعليقات في البداية وما كانتش بتظهر برضو، ولكن واحدة واحدة بقى الكل عايز يشوف شكلها، فظهرت بشكلها. وبعد ما كانت من الوقت للتاني بتحضر الفطار في فيديو أو طبق الأكل بتاعها علشان هي بتعمل دايت، فبتشارك الجمهور وجباتها وكمان مهتمة بلياقتها وبتروح الجيم. زوزو دايما بتنشر فيديوهات عن الارتباط والحب والجواز وتقول عقبالي ونفسها في حد بمواصفات معينة، ولكن في أكتر من فيديو ظهر معاها ولد عنده 6 سنين وكانت تحتفل بعيد ميلاده، ومرة تانية وهما بيصلوا العيد، فتقريبا ده ابنها وهي منفصلة. رأيكوا ايه فيها وتحبوا ايه محتوى تقدمه، طبخ ولا يومياتها؟